السلام عليكم، معكم هاجر ستايل. غنقدم لكم اليوم بوزروك. غنوريكم القمه اللي غندير. غندير فيهم ثلاثه المطيشات، جوج معالق ديال القزبور ومدنوس، ربعه ديال الثومات، ربعه ونص ديال الثومات، القمه ديال الحوت والفلفله الحمراء والكمون وورق سيدنا موسى وواحد شويه ديال الثومه مجففه. وغنحتاجو البصله وزيت البلدية والملحة وشوية ديال المطيشة الحكم. يعني أنا نوريكم شنو غنديرو في الأول. غنحك مطيشة ونعود نرجع لكم. كنسخن الطاجين وكندير فيه زيت البلدية، كنخليها شوية تسخن. حكيت تا الثومه، درتها تشحر مع زيت البلديه، نخليها تقلى شويه ونوريكم شنو ندير. سير كوبيت مطيشه، درك صبور ومعدنوس، هنا الكمون والفلفله الحمراء والقمة ديال الحوت ورق سيدنا موسى والثومة مجففة. ندير معلقه ديال معلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحكم. ندير شويه الملح. اصلا بوزروك راه جبته ودرته في الماء ونقيته وحيت منه كاع داك الشيء ديالو اللي تيكون فيه. ونزيد شويه ديال الماء. دابا نزيد بوزروك ونخليه يتشحر ونعاود نرجع لكم ونغطيو عليه الطاجين ونخليه واحد شويه المكان. ها النتيجه النهائيه نوريكم. خليتو حتى تشحر مزيان حتى وقف ودرت عليه شويه الحامض مسير. نقول لكم بالصحه والراحه وكنتمنى يعجبكم.